الشوربه ديالنا هاد البروكولي، ها هي زينتها بالبروكولي اللي غنسلق ومصوطي في شويه الزبده والملح والبزار. نقدموه، نديرو عليها واحد الخويات ديال لاكريم القشده. السلام عليكم. اليوم عندي معكم الشوربه، غادي نديرها ديال البروكولي. راه كتجي واعره، كتجي بنينه زعما الصراحه. باش نوعو في هاد رمضان، عوض ما نبقاو ديما نديرو الحريره، نوعو بالشوربات ديال الخضر، راه صحيين اكثر ومفيدين للجسم واثناء الصيام كذلك. عندي هنا البروكولي، يعني نص كيلو ديال البروكولي. عندي واحد البصله متوسطه، جوج دريسات ديال الثومه. غادي نحتاج كذلك أربعة ديال الجبن مربعات او المثلثات اللي موجود عندكم، واحد 10 غرام او معلقه متوسطه ديال الزبده. غادي نحتاج نصف لتر ديال الماء. التوابل عندنا غير الملحه، البزار، واحد طماط البنه فقط. غادي نحتاج كذلك 100 مليليتر او 100 غرام ديال الكريمه الطهي، وكتبقى اختياريه، نقدروا نعوضوها بالحليب. غادي نوري لكم كيفاش كنقيوه. وليديك راه حتى هاد السق راه كنستعملوه، راه حتى هو مفيد وخصوصا في الشوربه. نقي قدامكم ونوري لكم كيفاش غادي نستغلوه، راه حتى هو ما كنضيعوش. بالنسبه لهاد البروكولي، ها نتوما ملي كنقطعو من السق، هاد السق راه كنستعملوه، ها نتوما كنقشروه من لهنايا من الجناب، كنحيد هاد القشره الفوقانيه هي اللي كتكون قاطحه. كنحنسو ليه الداخل، هاد البلاصه الا كان شتو هنايا كنحيدوه، نحيدو هادي الا لقيتوه في الداخل ديالو داير بهاد الطريقه نقصو. هاد الساق حتى هو راه مهم ما نضيعوش، كنقشرو كنحيد هاد القشره بحال الا كنقشر الخرشوف. انا جاني هنا قاطح، غادي نقطعو، هانتوما كتحيد هاد القشيره. كنخلو غير البلاصه اللي طريه، حيت كاين بزاف اللي ما عرفش بان الساق ديال البروكولي راه كيتستعمل، كيتكال حتى هو، وخصوصا في الشوربه. او حتى الا سلقتيه تقدروا تسلقوه وتقطعوا قطع مربعات صغيره وتكون في السلطه. انا غادي نقطع هذا البروكولي كله، نحيد هاد الوريقات، نقطعو ونديرو في الماء، نقلب واش فيه البلاصه المسوسه. بعد مرات كنلقاو فيه يعني البلايص خايبين في الداخل، كيخصنا نحلوه من الداخل باش ما نلقاوش السوسه ولا الحشرات في الداخل. ومع ذلك كنديروه في الماء ونديروا معاه شويه ديال الخل، ونخليه واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه في داك الماء اللي فيه الخل، باش الا كانوا دوك الحشرات اللي في الداخل يخرجوا كلهم، راه كيطلعوا للفوق. يعني عمرت عليه هنا بالماء وندير شويه ديال الخل، تقريبا غير معلقه، كيقتل هذوك الحشرات اللي كيكونوا داخلين في الداخل ديال البروكولي. ونخليه واحد 20 دقيقه. هانتوما من بعد ما دوز 20 دقيقه في الماء، البروكولي هو صافي مغسول ونقيتو، ما فيش البلاصه المسوسه، ما فيش الحشرات. غادي ناخذ واحد الطنجره عاديه، غادي نحط هذوك الاغصان ديال البروكولي مع الساق ديالهم. راه هاد الشوربه ساهله، الطريقه ديالها ساهله، فنص ساعه تقدروا توجدوها.
المهم يكونوا المكونات موجودين عندكم في الدار. البصله راه قطعتها قطع كبيره كذلك، غادي نزيدها، نزيد التوابل ديالي، نزيد الماء، الماء كنت قلت نسيترو، غادي خصنا يترو نص ماشي نسيترو، خاصي تغطى البروكولي كله يتغطى بالماء. شعلت لي بيتاكات وغادي نخليه يطيب، راه دغيا كيطيب البروكولي ما كيخصوش بزاف الوقت، تقريبا 15 حتى 20 دقيقة وغادي يطيب لينا. البروكولي هو طاب، دابا انا غادي نديرو في الماكينة يطحن. هانتوما ما خصوش يكون فيه الماء كثير، شفتو حتى الساق ديالو ها هو طاب، كلشي طاب. دابا نطحنو، القوام ديالها شفتو كيفاش داير، خاصها تكون ثقيله لان غادي نزيد ليها مازال لا كريم. في هذه اللحظه غادي نزيد هذاك الجبن المربعات والزبده ونطحنو واحد شويه باش يطحن ليا الجبن. هانتوما طحن مزيان حتى هذا الجبن، ممكن ديرو من الاول، طحنوه من الاول، غادي نعاود نرجعها فوق العافيه باش نزيد ليها شويه د لاكريم، الكريمه في الطهي. هانتوما القوام ديالها كتبغي تكون ثقيله، ما ديروهاش جاريه، وكيبقى لكم الاختيار. نزيدو الكريمه ديال الطهي ونخليوها تغلى، راه هاد الشوربه كتجي غنيه وكتجي بنينه ومفيده. نخليوها تغلى وغادي ندوزو للتقديم من بعد. الشوربه ديالنا هاد البروكولي ها هي، زينتها بالبروكولي اللي غنسلق ونصوطي في شويه الزبده والملح والبزار. نقدموه، عرا لينا لالا ندقو هاديك الشربة ديال البروكولي. نديرو عليها واحد الخويات ديال لاكريم، نلقي الشدا، وانتوما بالصحة والراحة. ما تنساوش عرا لينا لالا، ما نقولش ليهم ما تنساوش تشاركوا معنا في القناة، نقول لهم شاركوا معنا في القناة، ونقرعوا على الجرس وحطوا التعليقات ديالكم. حنا كنتهلاو فيهم، تما خصهم يتهلاو فينا. يلا بالصحة والراحة.